بدل البطل المغرب نبيل كسكس و نبيل صادق اللي غيشاركوا مهدي صادق اللي غيشاركوا في مسابقه ديال المحترفين دياتون العرائش نسخه 2013. مرحبا كسكس، اش كتمنى في هذه المشاركه ديالك في دياتون العرائش؟ دابا شحال من نسخه دابا انت كتشارك؟ هادي كنت شاركت انا في 2014 اخر مره شاركت في باقي صغير كثير مع لي زاماتور. دابا الحمد لله راه نشارك مع لي زينيت، كنتمنى ان شاء الله باش نخرج مزيان في الناتاسيون ان شاء الله. شاركتوا في بطوله العالم البحر المتوسط؟ شاركتوا؟ اه شاركت فيها، كملت في المركز 13 مورا الزميل تاعي بدر سوالي في المركز 12. نعم، وكيفاش كتوقع تكون المسابقه هذه السنه هذه؟ المنافسه كاينه، منافسه صعبه بزاف، كنا تقريبا 50 مشارك من جميع انحاء العالم بزاف ديال لي ناسيوناليتي، نتمنى ان شاء الله انا نخرج مزيان في العوده. اذا كنتم مع كسكس هو مركز على المسابقه، كنتمنى له التوفيق. شكرا.